هناك لأبناء القبائل. مسافتنا هي 5 كيلومترات. ننطلق بالصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة، نتابع التحديات المثيرة والانطلاق أيضا على مقدمة هذا الشوط واللي قادت المجموعة منذ البداية. انطلاقة لفحة بشعار سعيد بن مطر بن محمد الرميثي تليها مع المركز الثاني. المركز الثاني أرد تسلل من الشاهينية لسيب بن عبد الله بن مايد المسافري، بينما انطلقنا مع المركز الثالث بأر القدوم للعبور حمدان بن معضد بن محمد المجروعي، ورابع التحديات من الجانب الآخر. من الجانب الآخر التسلل لحربة ظاهر بن يمعة بن حارب المهيري من يتابع انطلاقة حربة مع المركز الرابع. خامس التحديات وخامس الانطلاقات تأتي الكورة بشعار راشد بن سهيل بن راشد الحميري، بينما انطلقنا مع المركز السادس مشاهدينا متابعينا الكرام بأرة تسلل للزعفرانة وسعيد بن خليفة بن رشيد السويدي من يتابع انطلاق الزعفرانة مع المركز السادس. سابع التحديات الذيبة سلطان بن حمودة بن تركي بن غاشم الاكتبي مع انطلاقة الذيبة مع المركز السابع. ثامن التحديات أرهني فتنة لمحمد بن عبد الله بن زعل الفلاسي، ومع المركز الثامن. المركز الثامن اسحامه بشعار مسري بن سالم بالعرط الحميري. تاسع التحديات القدوم لروعه لهلال بن سالم بالعرطي الحميري. وعاشرا مشاهدينا متابعينا الكرام نتابع انطلاقه الظبي لسعيد بن محمد بن مبارك المهيري. هذه النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام والنداء الاول للعشر المراكز الاولى، ولكن بنعود مع الصداره نتابع بدايه هذا الشوط. الصدارة والمقدمة والتحديات والصراع الثنائي الواضح على المقدمة. نعود بالصدارة مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة، نتابع التحديات. ولفحة، لفحة على رأس الحربة تقود هذه الجموع سعيد بن مطر بن محمد الرميثي من يتابع انطلاقة لفحة. المركز الثاني، المركز الثاني، التحديات للعبور تنطلق مع المركز الثاني بشعار حمدان بن معضد بن محمد المجروعي، بينما انطلقنا مع المركز الثالث نتابع زعفرانة لسعيد بن خليفة بن رشيد السويدي. ورابع أنا التسلل، التسلل، التسلل للشاهينية بشعار سيف بن عبد الله بن مايد المسافري، متابعا لهذا الانطلاق المثير. والكورة تنطلق مع المركز الخامس. من الجانب الآخر راشد بن سهيل بن راشد الحميري من أعلن هذا الانطلاق مع المركز الخامس. سادسا مشاهدينا متابعينا الكرام نتابع انطلاقة الذيبة وسلطان بن حمود بن تركي بن غاشم الاكتبي من أعلن انطلاق الذيبة مع المركز السادس. سابع التحديات من الجانب الآخر التسلل لفتنة لمحمد بن عبد الله بن زعل الفلاسي الدور دور المركز السابع. المركز السابع نتابع روعة، نتابع روعة من تنطلق مع المركز السابع هلال بن سالم بالعرطي الحميري متابعا لهذا الانطلاق المثير. ومع المركز الثامن، المركز الثامن التسلل لسحامة مسري بن سالم بالعرط الحميري يعلن انطلاقة اسحامه مع المركز الثامن. تاسعا مشاهدينا متابعينا الكرام نعود مع صبا من بدأت تتسلل في هذه اللحظات ومحمد بن حمد بن حميد العويسي من يتابع انطلاقة صبا وينطلق ايضا مع المركز التاسع. عاشرا مشاهدينا متابعينا الكرام نتابع جبارة، نتابع جبارة مع المركز العاشر لألي بن خليفة بن رشيد السويدي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للمرة الثانية، للمرة الثانية للعشر المراكز الأولى. ولفحة تسيطر، لفحة تسيطر كل السيطرة على مجريات هذا الشوط بشعار سعيد بن مطر
بطل الرميثي ممثل السمح الدائم، ولكن أرى الهجوم مكثف، أرى الهجوم أيضا على مقدمة هذا الشوط. ومن الجانب الآخر، من الجانب الآخر فتنة التسلل تنطلق بالمقدمة، قادة المجموعة محمد بن عبد الله بن زعل الفلاسي، من يتابع انطلاقة فتنة اللي انطلقت بالمقدمة. المركز الثاني لفحة بشعار سعيد بن مطر بن محمد الرميثي الفاتنة تنطلق، مع المركز الثالث لسلطان بن حمودة بن تركي الاكتبي، ومع المركز الرابع، المركز الرابع نتابع العبور اللي عبرت وانطلقت مع المركز الرابع حمدان بن معضد بن محمد المزروعي، ولكن أرى التسلل في هذه اللحظات من الشاهنية للسيد بن عبد الله بن مايد المسافري. التحديات مثيرة، الانطلاقات رائعة، والقدوم للزعفرانة لسعيد بن خليفة بن رشيد السويدي. ومن الجانب الآخر، صبا لمحمد بن حمد بن حميد العويسي، والمغادرة للوحة الكيلو المتر الأخير والخطير. يا سلام، صدرت الأوامر مبكرا في هذا الشوط، ولكن فتنة من قادة المجموعة، فتنة من انطلقت بالصدارة محمد بن عبد الله بن زعل الفلاسي. المركز الثاني نتابع الكورة لراشد بن سيب الراشد الحميري مع المركز الثاني، ومع المركز الثالث أيضا مياسة بنفس شعار الكورة، شعار راشد بن سيب الراشد الحميري. ومن الجانب الآخر، مع المركز الرابع انطلاقة جبارة لعلي بن خليفة بن رشيد السويدي. اللحظات الأخيرة والمربع الذهبي اللي يحتضن هذه النجوم من سن الإذاعة. يا سلام، التحديات رائعة، ولكن فتنة من الجانب الآخر، والتحديات للكورة، الكورة وفتنة والشاهنية تنضم في هذه اللحظات وجبارة مع المركز الثالث، ولكن الكورة انطلقت في اللحظات الأخيرة. ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء المتميز، راشد بن سهيل بن راشد الحميري. من يتابع انطلاقة الكورة واللحظات، اللحظات الأخيرة. تهانينا لراشد بن سهيل بن راشد بالعرض الحميري على هذا الأداء المتميز وعلى هذا العرض الرائع اللي قدمته الكورة. المركز الثاني جبارة بشعار علي بن خليفة بن رشيد، المركز الثالث الذيبة لسلطان بن حمودة بن تركي بن غاشم الكتبي، المركز الرابع فتنة لمحمد بن عبد الله بن زعل الفلاسي، والمركز الخامس الضبي لسعيد بن محمد بن مبارك المهيري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى. نعود بالتوقيت الزمني ولحظات وصول الكرة إلى خط النهاية، تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 7:53 ثمان أجزاء من الثانية. تهانينا لراشد بن سيد بن راشد بالعرطي الحميري على فوز الكورة بالمركز الأول، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني. هذه لحظات وصول جبارة إلى خط النهاية. تهانينا لعلي بن خليفة بن رشيد، 7:55 بالوفاء والتمام توقيتها الزمني، بينما اللي وصلت مع المركز الثالث. المركز الثالث تصل في فتنة لمحمد بن عبد الله بن زعل الفلاسي، تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 7:56 وثمان أجزاء من الثانية. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام، عشاق الأصالة تتواصل انطلاقة أشواط مساء هذا اليوم في سن الإذاع، سن الإبداع والإمتاع، لتنطلق في الأصايل على تنافس